مثل ما بنعرف زينب، منتجين 2-2 مو بس حرف، مختلف الصناعات، صحيح. وحتى الإنتاجات يمكن الغذائية والزراعية كانت متواجدة وأفكار جديدة. الحقيقة اليوم معنا مشروع يمكن يكون الأول بسوريا بهذا الشكل. رح نتعرف أكثر على مشروع مشروم سيريان لزراعة الفطر وإنتاجه مع ضيوفنا لليوم أنطوان رباط وجورجينا السيسعد. صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح الخير لكم، صباح الخير للمشاهدين الأكارم، وأهلا وسهلا فيكم بحلب يلي بتتزامن حاليا انتصارات العسكرية مع الانتصارات الاقتصادية يلي هي طبعا مكملة لبعضها. أكيد. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. بداية رح أبدأ معك لنحكي، يعني اليوم قطاع الزراعة بشكل عام عم بيحاول أنه يوجد طريقة معينة ليوجد زراعة لنوفر ويكون عندنا اكتفاء ذاتي. طبعا اليوم نحن عندنا بمنتجين 2 زراعه المشروم والفطر. احكي لنا كيف شاركت، كيف قدمت على المشروع، وهل كل يعني شو انواع الفطر اللي ممكن تنتج بسوريا او بحلب بالتحديد؟ تمام. هلا بدايه فكره المشروع هي بتجي من دراستنا. يعني انا مهندس زراعي وخطيبتي كمان جورجينا مهندسه زراعيه. جاي انت وخطيبتك بتحكوا عن ايوه تخرجنا. انتوا اربعه يمكن، ما نحن اربعه شركاء، معنا كمان مهندسه جيانا حجه. نعم. والاستاذ جورج جبور. فكره المشروع اجت بدايه من توجهات السيد الرئيس بهذا العام، انه هو عام الزراعه، بالاضافه لدراستنا، بالاضافه لانه نحن لازم نكون حل اقتصادي. صحيح. بما انه نحن بلد زراعي لحتى نكسر العقوبات. صحيح. المتواجدة على سوريا. فعملنا دراسة الجدوى الاقتصادية وقدمنا على مشروع، حصلنا على المنحة حوالي بالشهر الثالث. طبعا مشكورة كمان السيدة يولا غندور، كتير ساعدتنا لحتى قدرنا نحن نتواصل ونوصل هالفكرة الزراعية اللي هي مثل ما قلتي منا الأول بسوريا، إنما هي الأول بحلب. بحلب كان في قبل الحرب مفاطر تدمرت بسبب الإرهاب. نعم. حاليا هي أول مفطرة بعد الحرب تتبع التقنيات عالية الدقة لحتى نحصل على هذا المنتج بهي الجودة وبهي النوعية. نعم. جورجينا خلينا كمان نتعرف شوي اليوم، يعني مثل ما قال أنطوان أنه هي مانا الأولى بسوريا، هي الأولى بحلب. نحكي عن كيفية الإنتاج. نحن بنعرف أنه الفطر كمان يعني من الزراعات الصعبة وبده دقة كتير وعناية كتير، وحتى بالتسويق يعني في بعض الأمور بتتخزن ممكن تتجمد. هل الفطر نفس الشيء ولا لا، لازم يكون طازة مثل ما بيقولوا أنه فورا بينشغل بينزل على السوق، له مده؟ كل هاي التفاصيل بتاثر كمان على المنتج. اكيد. هلا اول شيء مثل ما قلت زراعه الفطر شوي حساسه، يعني ما لها مثل بقيه الزراعات. هي بتبلش بدايه، نحن كنا بنروح نحضر خلطه. خلطه هي عباره عن قش وروس حيوانات، بعدين بتحتاج لبستره مشان تتعقم، لحتى بعدين تتعبى بالكياس وتنحط بغرف. هلا كثير مثلا اجوا لعنا يقولوا لنا انه وين الارض؟ انه بس هي فكره انه ما لها ارض، هي غرف بيكون فيها درجات حراره معينه، رطوبه معينه، تهويه، هدول شغلات ثلاثه اساسيه لحتى تكون نوعيته ممتازه. بنعمل له شيء اسمه تحضين، هو درجات حراره معينه، تحضين اول، تحضين ثاني، بعدين بنوطي درجة الحرارة لحتى تبلش تطلع الأجسام الثمرية. هلا بكل خلطة بتعطينا 4 أفواج، يعني لمدى شهر نحن عندنا إنتاج مستمر. لبين ما يعطينا الإنتاج، يعني من الزراعة للإنتاج هو شهر. هلا مثل ما قلتي إنه على التخزين، هلا هو بنحفز فريش بالبراد لمدة أسبوع. يعني بس ما ينصح فيه كثير، هو بصير للتخليل، بس هو ميزته انه هو فريش. يعني فورا انه بتجيبيه وفورا تستخدميه للطبخ، غير الكونسروا. ممكن هو نفسه الكونسروا، بس انه هذا ميزته انه هو فريش. نعم. يعني فورا نستخدمه. نعم. يعني خبرنا هذا نوع الفطر شو اول شيء، خلينا نشوف واحدة من الفطر لنورجيهم للمشاهدين. طبعا هذا الفطر الابيض، فطر ابيض، الاسم العلمي له الفريش اجاريكوس بيسبوروس. ميزته انه هو طبعا ما فينا نقول فطر ما نحكي عن الفوائد الغذائيه. فالفطر غني بكافة الفيتامينات، أهم فيتامين د، ب1 ب2 ب3 ب4 ب5 ب6، بالإضافة إلى الأوميجا 3. نعم. يلي هو ينصح فيه من كافة الأطباء للأطفال وللكبار. آه بالإضافة إلى مضادات الأكسدة العالية.
يلي هي بتفيد بالوقاية من مرض السرطان. نعم، يعني عم شوف قديش هلا في انواع بتلاقيها كثير طريه هشه بتحسها هشه، هذا شوي قاسي، شو الفرق؟ يعني طبعاً اليوم صح بالسوق بنلاقي، مو كلياتنا بنعرف يعني بهي التفاصيل، لهيك عم نسال لحتى الناس تعرف الفروقات. هو المنتجين اساسا نحن بنتشكر كافه القائمين عليه، فتح فرصه لانه نتناقش مع الناس. يعني نحن بننزل منتجنا بالسوق والعالم بتاخده، بس ما بتعرف تميز بالنوعيات، شو الفرق بين هذا وبين هذا وبين هذا. فاول شيء القساوه بتتعلق بالصنف. يعني نحن هلا حاليا هذا الصنف هو بزار فرنسي. وكل ما كان الصنف قاسي بيساعد انه القبعه ما تتفتح بسرعه. هلا نحن ايام نشوف الفطر متفتحه القبعه ومبين الحراشف. هذا نوعيه الفطر هو بتكون بزاره الماده الوراثيه اللي فيه طريه بتساعد انه يتفتح بسرعه. فهي الميزه بمنتجنا انه هو بجوده عاليه. لست ايام بالبراد مثل ما تفضلت جورجينا ما راح ياثر عليه ولا راح يتغير من مواصفاته. نعم جورجينا، يعني يمكن السكشن عندكم هو مشروم عن الفطر، شلون شفتي اقبال العالم؟ سالوكم عن كيفيه زراعه المشروم؟ لانه هلا اغلب العالم عم تحب هي القصص والاكتفاء الذاتي، عم تحسها قصص كثير مهمه، وخاصه الفطر مثل ما قلنا اليوم عم تبيعوا باسعار المنتجين سعر التكلفه، فخبرينا كيف كان الاقبال، هيك التماس المباشر مع الناس، انه استغربوا الفكره حبوها؟ هلا كان هالخمس ايام كانوا كثير حلوين. طبعا بنتشكر القائمين على المعرض. اقبال الناس كان كثير حلو، ويشوفوا شيء غريب، يعني وصلوا لعنا انه يطلعوا انه شو هذا؟ انه فطر، ومثل ما قلت الفكره نفسها انه هو باراضي، وين بزارعينه، كيف زارعينه، انه ايش الفرق بينه وبين الفطر السام. يعني نحن الحلو كان انه مو بس انه اوكي هي على البيت تفضلي، في ناس بتفكر كل انواع الفطر سامه تماما، يعني كثير اجوا قالوا لنا انه هذا الفطر السام، كلنا رح نزرع الفطر السام، انه كيف بتميزي. حبيت فكره النقاشات اكثر من فكره البيع. حلو. يعني انه يجوا يسالونا انه انتم كيف، مشروع حلو، شلون خطر لكم. فكثير حبيت انه بهذا الكم يوم وصلنا فكره للعالم كانوا شوي بعيدين عنا، جربوا انواع جديده غير الكونسروي اللي اغلب العالم تستعمله. صحيح، وهو هاليوم البقيان، ف يعني يلي حابب يتفضل على المعرض ويشوف منتجنا اليوم الاخير. اليوم الاخير اكيد تضمنه يعني. لو تمدد ايه كان فرصه أكيد. حلوه كثير، يعني نحن اخذنا خبره من بقيه المشاركين، تفرجنا على بقية المنتجين، وحتى العالم حتى تقدر تشوف منتجنا بشكل أكبر. نعم أكيد، يعني بالختام بدنا نتشكر وجودكم معنا. مرسي. وأكيد مرسي. موفقين، وإن شاء الله بتضلوا عم تنجوا وعم تعملوا منتجات أكثر وأكثر شيء زراعة، بما أنه كمان اختصاصك الزراعة طبعا. فنشوفك إن شاء الله بالعام القادم مع شيء جديد بإذن الله. ميرسي كثير لكم. ميرسي كثير لكم. شكرا لوجودكم معنا، وكثير حلو انه يكون معنا ناس اكاديميين عم بيقدموا مشروع دارسينه فعلا ينجح، لو انه بلش صغير ان شاء الله بيكبر بصير كثير كبير. شكرا لوجودكم. ميرسي كثير لكم. شكرا لكم.